في شجره ادميه. لكن هنا من مين زمان؟ بتاع ايام الجدود. طيب قول لي ايه المشكله هنا؟ ايه المشكله؟ اروح فين؟ هتودونا فين؟ بكمل مشوار شغل هنا في التلفزيون. موظف هنا في التلفزيون. اروح فين انا؟ هتودونا فين يعني؟ تشيلوا نص المنام كده بره في الشارع وخلاص؟ عشان تفضلوا المكان؟ ما ينفعش. عايزين نحلل المكان هنا نقعد هنا. يعني انتم موافقين ان هم يطوروه وترجعوا تاني؟ ماشي، ما نقولش لا. ما نقولش لا، اما انت هتاخديني توديني فين؟ المقطم فوق. انا علينا الشغل الساعة 9 الصبح، حاجة امتى المقطم؟ اما امتى؟ التعويضات طيب اللي هم قالوها لكم؟ ما ينفعش. 60,000 يجيبوا ايه النهارده؟ ما هو يجيبوا حاجة؟ ما يجيبوش حاجة. مش طب بتطالبوا بإيه؟ المكان نفس المكان. نقعد هنا اهو. يتطوروا بعد كده تقعدوا؟ اه. احنا مشكلتنا اللي احنا عايزين نقعد في مكاننا. احنا مش عايزين نطلع بره حتتنا. مش ممكن يعني تخرجوا بره عشان؟ لا لا مش ممكن. انا معايا اختي قاعده معايا هنا وجوزها متوفي، معاها بنتين، مدرستهم هنا. هنروح فين احنا في اخر الدنيا؟ مواصلات وده وده، لما هي كلها على بعضها معاشها ما يكفيش حتى الايجار اللي هم عارضينه عليه. احنا قاعدين هنا ببلاش، ندفع ايجار منين؟ وانا جوزي راجل على جبل له. المهم ان احنا ناس على قدنا. انا معايا الراجل بياخد معاش وعنده جلطه نام في البيت والسرق كله ده يشهد عليه. طب ياخد 500 بجيب له بهم علاج، ادفع ايجار ولا اجيب علاج؟ ما انا عايزه اعرف. يعني انت مش عايز تمشي من هنا يا حاجه؟ منين؟ طب ما انا ما فيش. اروح اضحك عليكم وتقولوا لي امشي من هنا تطردوني في الشارع؟ ما فيش يا بنتي والله ما غيرهم، واجيب لك السرك وشوفيه. ما فيش يا بنتي. التعويضات، التعويض اللي هو يديه لك. والله اللي هيسير على الناس يسير عليا. بس. احنا ناس غلابه يعني، اللي يسير على الناس يسير عليا. ايمان الحسيني محمد. هنا من امتى؟ ساكنه بقالي 25 سنه هنا. ايه المشكله يا استاذه امين؟ المشكله ان الدوله وعدت الناس اللي هي هتطور المنطقه وهتبني لهم مساكن بس على حدود امكانياتهم، لان في ناس هنا ساكنين معدمه خالص، ساكنين اللي بجنيه واللي ساكن ب2 جنيه وب3 جنيه. فالدوله قالت هتطور، وعدتهم ايام من الدكتوره ليلى اسكندر والمهندس ابراهيم محلب، وعملوا وثيقه مع المستثمرين ان هم موافقين على بناء مساكن سكنيه للاهالي مع اعاده توزيع الملكيه، وهم وافقوا مضوا الوثيقه ديت. وبعدين جت وهيدوهم بايجارات تناسب حالتهم. لما هم يقولوا احنا عايزين نطور المنطقه وهنقعد الناس بس الايجار 1000 و2000، ده معناها شرط تعجيزي اللي الناس مش هتقدر تدفع، فبالتالي هتمشي. حتى لما هتمشي وقالوا لهم هتروح الاسمرات وبايجار 300 جنيه برضو الناس ما تقدرش تدفع 300 جنيه. مش قادره اقول لك الناس حالتها زي ما انت شايفه كده، جنيه 50 قرش يدفعوا 300 جنيه منين؟ وبعدين بتنقله من مكان، ما هقول لك بتنقليه من مكان قاعد فيه بدون الايجارات العاليه دي، وهيدفع مواصلات رايح جاي وبعيد عن اكل عيشه. فبيطالبوا ان الدوله توفي بوعدها زي ما وعدتهم ان هم هيقعدوا في المنطقه مع بناء مساكن ليهم بايجارات تناسبهم، فيتعمل ليهم كده، لان الارض دي هنا بملايين. الحاجه الثانيه، انت بتبني في الاسمرات بتقول له هدفع 300 جنيه نفس تكلفه البناء هنا، وتقول له هنا 1000 وهنا 300، طب ما تخلي هنا زي هناك، ما تكلفه البناء واحده. بتطالب بايه طيب؟ بطالب ان الدوله توفي بعدها وتبني لهم مساكن زي ما وعدت الاهالي بايجارات تناسبهم. تعرف بيك؟ عمرو محمد عبد الرحمن، عمرو هديه المحامي. ساكن في بازبيل هنا من قد ايه؟ ده والدي ووالدتي وجدي، ويعني البيت هنا عمره مثلا من 1906. ماشي، قول لي ايه مشاكلكم هنا؟ يعني ايه المشكله بالظبط؟ احكي لي عن المشكله هنا. احنا هنا ما كانش عندنا اي مشاكل. احنا عندنا هنا الدوله هي اللي مشكلتنا مع الدوله، الدوله عايزه الارض واحنا قاعدين فيها بقالنا اكتر من 100 سنه. عقود بيع ما بين الحكومه تمت وما بين الثلاث شركات اللي هي الكويتيه والسعوديه ومسبيرو. العقود دي بتنص على ان الحكومه باعت الارض بما عليها من منازل، بمعنى اصح عقد بيع معلق على شرط. ايه هو الشرط؟ ان المنازل تنهار، والحكومه كانت بتحاربنا من ناحيه تانية بعدم وجود قرارات تنكيس. يعني البيت لما يتعب يتشرخ تروحي تعملي قرارات تنكيس ترفض الحكومه، لغايه ما البيت يقع ويبدا تسليمهم وحدات، يا اما في اكتوبر اللي هي في الاسمرات في ابراج عثمان اللي في اكتوبر،
يا اما في مدينه السلام. لا لسه الاسمرات دي المقترح الجديد اللي هو اللي دخلت بينا بيه علينا الحكومه الجديده حكومه محلب. وكان الاساس هنا المفروض ان الاستاذ محلب والمسؤولين عن الدوله ووزاره التطوير الحضري والدكتوره ليلى اسكندر جم اجتمعوا هنا واجتمعوا في اكتر من مكان في المثلث واتفقوا على كانت البدايه التطوير مع البقاء. يعني احنا نبني لكم مساكن بديله في نفس المنطقه وكانت هي دي المدخل. وطلبوا حتى مننا مكان نوفر لهم للمهندسين اللي هم اللي هيقعدوا وهيشتغلوا وسبت لهم انا المكتب دوت والمكتب الثاني وكانوا شغالين هنا قعدوا هنا شغالين سنه مجموعه مد اللي هي بيرقصها المهندس احمد زعزع واشتغلوا هنا لمده سنه وعملوا ماكتات وتصورات وكل حاجه على اساس كل ده على اساس ان المكان احنا مش هنخرج منه هيتم هدم اجزاء معينه من مساحات معينه ويتبني مكانها ويبدا تسكين الناس. دي كانت اساس الفكره من الحكومه. بعد كده فوجئنا بقى في الاجتماعات والتطورات والمحافظه ان الكلام كله بيتغير وان لازم ان احنا بقى هنروح يا الاسمرات اما منزلين لنا استماره فيها تعويض مادي 100,000 جنيه 60,000 جنيه على الغرفه ويا اما شقه في الاسمرات بقسط 325 او 305 وزياده 5%. والتهجير القسري بقى والتعجيز ان هو بيقول ان هو هيبني هنا بس ب 1500 جنيه قسط وزياده 5% كل سنه. لا المشكله حضرتك اللي هم عايزين يمشونا من هنا وانا عشان نمشي من هنا الاسمرات والحتت دي بعيده. وبقول لك حضرتك 240 جنيه زائد 300 جنيه يعني اصبح 500 جنيه، مين معايا هنا حضرتك 500 جنيه؟ نفسك 200 جنيه. وعشان توديني وعشان تبني لي هنا بقول لك هديك 500 جنيه مؤقت شهري على مده 3 سنين، اصبح بعد الثلاث سنين هيجي يقول لك انت خدت 500 جنيه يبقى انت كده خدت ايه؟ التعويض المادي وبزياده فهتمشي من هنا، لان احنا لو مشينا من هنا زي ما هم بيقولوا هيبنوا لنا مش هيبنوا لنا، خلاص انت كده مشيت مش هحاشي لك حاجه.